لو سي المهم بالنسبه لي تجات لي هذه الصوره وسبق لي شاركت في الصالون السابق ضيف الشرف وطبعا وأن ما كاينش أشوا ديال الفنانين اللي معروفين بزاف وما كاينش تخلي على الناس اللي معروفين هاد التناقض ما بين الفنانين دور الشريفة ودور الشريفة مهم بزاف لأنك تحفز الفنانين الشباب الشباب بمعنى الشباب يشجعهم باش يتابعوا العمل ديالهم يحتوهم يشوفوا تجارب اخرى ويقراو على راه كيفاش رايت تشوف هاد النسخه مقارنه مع النسخه الماضيه؟ المهم هاد النسخه ديال السنه مقارنه بالسنه الماضيه اعتقد فيها اسماء وزينه الفن لان من حيث العدد ديال الفنانين اللي تعرفوا على المستوى الوطني والدولي عدد كبير بالنسبه للمقارنه مع السنه اللي فاتت وهذا يدل على ان هاد الصالون هذا غادي كنطور تجربته وكيلقى المسبق الى عند عارف استجابه ديال واحد المشروع اللي ونتمنوا التوفيق لكم شكرا السيد ايغا السمقورن اللي خدم كارن كل وين زورن نوكادير ولا ميزار برا افادت حضرني وكراوات الصالون ويستزا الفن المعاصر نفرح بارا فرحنا ايناظور اضبطون توسنا نسن كل ما دي حضر ايد ايتو بدير يقدر سنة غسادة السنقور اللي حد كله حضر الميتنات أنا أغار فنانة تشكيلية من مدينة أكادير غسد مول كله الفنانين التشكيليين حول المعرض الدولي للفن المعاصر اللي قايت يتمون يقال المهم بزاف شكو الهدف نص يقال زوال لوف سانكوليان يعني كليان يسبين الابداع والابتكار اللي دار سيلا حيت الزرام غير هذا المعرض كله لانكيس لوحات الفنانين اليضنين لوحات غريبة يعني فيها الإبداع والابتكار ما باه نرى نكني نرى قادير تزيد قدام تزيد اقتصاديا وصناعيا ثقافيا وفنيا الدور اللي حكى فنانة تشكيليين النماغ باش تكمل مدينتها غير اللي خصها تكمل باش هو قادير إلا قيس الإبداع لنقيس الطاقات الإبداعية وحنا كفنانين يعني خصنا نتعاونوا بيناتنا كل سكرتري عندني إتما ديرتي إسماعيلي ريجيس عبد الكادر جو فيان دو باري جو بريزونت مون أوفر سي لو سورياليزم أكتويلمون أون بارل دو لا رياليتي سور لو سورياليزم أون بارل دان سوجي لا فام دوريون دوبي دي سيكل إي دي سيكل depuis des siècles de pharaonique jusqu'à aujourd'hui de 1919. Bien, on parle de la femme, de la culture, de la vie, de tout ce qui a suivi comme événement, et de la femme qui a été dans la croyance de sentir là où il habite le Dieu, comme il a demandé, laissez-moi et mettez-moi une maison pour votre paradis. La croyance est la plus importante, donc depuis des événements, donc l'éducation, la culture, la vie, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, l'événement, la femme, c'est un symbole très important à respecter, déjà à donner sa place, déjà à prendre soin d'elle jusqu'à la fin de ses jours. Donc on est dans un point de l'humanité. Aimer, l'amour est très important. Je vous salue tout le monde, les artistes, les spectateurs et les universels. سعيد اليوم التواجد ديالي في
ثلاثة ساعة للفن المعاصر في مدينة أكادير. وأنا جيت سعيد أنني كنت واجد ما بين فنانين بارك الله ما شاء الله عليهم في المستوى. وجيت سعيد أيضا أنني كنشوف نخبة من الترقيين، يعني مغاربة أجانب في السن كبار صغار، هادشي كيبشر بالخير. شكرا.